16 مارس 2021 أسعد الله صباحكم بكل خير وحياكم الله في ساعة جديدة مع شمس البحرين. أسعد الله صباحك محمد، شلون كان صباحك اليوم؟ صباح الله بالنور جمانة، بالتأكيد صباح مميز في منتصف الأسبوع، نصبح على مشاهدينا بالتأكيد. اليوم فريق الإعداد جهز لنا مواضيع مختلفة ومتنوعة لصباح الثلاثاء، لكن في البداية شنو هي رسالتنا اليومية؟ دائما نقول ضرورة الابتعاد عن التجمعات واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود، ومواصلة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات خارج المنزل في كل الأماكن والأوقات. وأكيد إلى جانب هذه الأمور، بالتأكيد لبس الكمامات في نطاق الأسرة الواحدة عند مقابلة أفرادها ممن لديهم أمراض وظروف صحية كامنة أو كبار السن المعرضين أكثر للخطر. أكيد محمد، ونرجع نذكركم مشاهدينا بالمسابقة لكل أطفالكم اللي عندهم أي موهبة فنية. كل اللي عليكم ترسلون صورة أو مقطع فيديو مدته ما تتجاوز الدقيقة على البريد الإلكتروني اللي بيظهر لكم في أسفل الشاشة. وطبعا بالتأكيد المواهب اللي راح تشارك معنا والمرشحة للفوز راح تنزل على الحساب الرسمي لتلفزيون البحرين BTV_PH، ويمكنكم التصويت على المواهب المختارة. يوم الخميس الجاي بنعلن لكم عن أفضل المواهب اللي حصلوا على تفاعل الجمهور، وراح نتواصل معاهم لتقديم الجوائز. أكيد طبعا انتظر المشاركات المميزة من كل الأطفال. خلينا ننتقل إلى أول محطة لليوم. كل يوم ثلاثاء يعرفونا فريق الإعداد على مكان في مملكتنا الغالية، ولكن تكون من وراه قصة. شنو مكان اليوم وشنو قصته؟ خلينا نتابع معكم في هذه التقرير. عذاري عين بحرينية امتازت من القدم عن سائر عيون البحرين بكونها تمتلك خاصية فريدة من نوعها، وهذه الخاصية تتجسد في كونها تسقي بماءها العذب المناطق البعيدة بينما تتضور المناطق القريبة عطشا وجفافا، حتى ضرب المثل الشهير والذي لا زال يردد على ألسن الناس، وهو عذاري تسقي البعيد وتترك القريب. إذ يقال أنه يوجد بالقرب منها مجموعة من النخيل لا يصل إليها الماء، في حين أنها تسقي نخيل وبساتين تبتعد عنها أكثر من 2 كيلومتر، وقد دارت حولها العديد من الأساطير، منها أنه في قديم الزمان كانت هناك بنت جميلة جدا خرجت للتنزه، فإذا بالأرض تنشق أمامها عن فارس جميل الطلعة، اقترب منها وهو يتودد إليها، وحين صدت أعلن لها أنه إنما جاء ليتخذها لنفسه زوجة، فسخرت منه الفتاة وهي تقول: كيف تتزوجني وأنا مخطوبة لفتى أحبه وأهواه؟ لكن الفارس الذي لم يصدقها طلب منها أن تضرب الأرض بقدميها، فإذا تفجرت المياه تحت أقدامها تأكد من صدقها ورحل عنها، أما إذا لم تتفجر فهي إذن كاذبة. فدقت العذراء الأرض بقدمها، فإذا بالأرض تنفجر ويندفع منها الماء في غزارة ليغطي سطح المكان، ومنذ ذلك الحين سميت العين بعين عذاري. ننتقل الآن إلى فقرتنا التالية. في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة والسياحة لبناء اقتصاد قوي وخلق مناخ استثماري يحمي جميع أطراف العملية التجارية في البحرين، وبهدف توفير كافة التسهيلات لأصحاب الأعمال والمشاريع. طبعا
طبعا أصدرت الوزارة قرار يسمح بمزاولة الأنشطة التجارية وغيرها من غير الحاجة لتسجيل المنشأة أو بما يسمى حاليا بالسجل الافتراضي. للمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد بدر فريد السعد، مدير التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. صباحك الله بالخير ويا هلا ومرحبا. صباحكم الله بالنور، يا هلا فيكم. حياك الله استاذ بدر. طبعا في البدايه نتكلم عن القرارات اللي اصدرت في بدايه العام من سعاده وزير التجاره والسياحه والصناعه، طبعا بالتاكيد ما الغايه من هذه القرارات؟ طبعا مثل ما تفضلتوا، احنا الهدف الرئيسي ان احنا نخلق بيئه استثماريه عادله ومنافسه داخليا في مملكه البحرين، وكذلك احنا بعد في طور تنافس مع دول اخرى، فلا بد ان تكون عندنا كثير من المجالات التجاريه المفتوحه والمنظمه كذلك. فوزاره الصناعه والتجاره والسياحه دورها دور رئيسي في مراقبه الاسواق وكذلك تنظيم العمليات والممارسات التجاريه للتنفيذ، وهذا الشيء يعني نقدر نقول انه هو اساس فتح الفرص والمجالات للشباب المبدع والمبتكر، وان نسمح للبحرين انه يتميز في تقديم خدماته، وكذلك الابتعاد عن كل ما يضر أطراف العملية التجارية، يعني كانت حماية حق المستهلك كذلك والتاجر في نفس الوقت. فهذه هو الهدف الرئيسي، هو التنظيم، وأن نفتح أن تكون هناك شكل قانوني واضح لكل من يتعامل في عمليات التجارة. صح. حلو، يعني يمكن في الفترة الأخيرة شفنا كثير من المزارات، يعني هذا النشاط موجود بشكل كبير في البحرين. في أحد هذه القرارات كان خاص بتنظيم المزارات، نبي نوضح أكثر هذه النقطة. نعم طبعا فعلا كان القرار رقم 10 لسنة 2021 هو اللي يختص بالمزادات. مثل ما تفضلتي، هناك في الفترة أو الآونة الأخيرة كان هناك ظاهرة المزادات، وكانت ظاهرة المزادات تحتاج تنظيم، لأن فعلا كان هناك يعني كثير من الأشخاص اللي لقوا أنه في عملية المزادات ربح وكذلك فرصة لهم أنهم يعني يتميزون في طرح هذه المنتجات على سبيل المثال. فكان لابد أن احنا ننظر كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لحماية أطراف العملية التجارية هنا كذلك، أن من الاحتيال على سبيل المثال المستهلك أنه ممكن أن يتم الاحتيال عليه، فكان لابد أن يكون هناك شكل قانوني سليم للشخص اللي مارس عملية المزادات. فأتى ذلك من خلال تنظيمها من خلال النشاط التجاري رقم 461 اللي موجود عندنا، وهو ما يسمى بالبيع نظير ثمن أو مقابل أو على أساس عقد أو المزادات، فشمل كل هذه المعاملات. يعني لو احنا كنا بنتكلم على سبيل المثال شنو المقصود بالمزادات، على سبيل المثال أنا شخص أتعامل مع محلات تجارية، قلت لهم والله إذا عندكم منتجات أو أشياء تحبون تبيعونها على سبيل المثال، أنا ممكن أن أسوي لكم نوع من المزايدة عليها، فعندي صفة قانونية، عندي سجل تجاري وأقدر أتعامل معاكم بشكل سليم. طبعا نشاط المزادات هو من الأنشطة الاعتيادية وليست افتراضية، اللي هي تكون تندرج تحت أنواع السجلات المختلفة، كانت مؤسسات فردية أو شركات. طبعا من الافكار المميزه استاذ بدر اللي اطلقتها وزاره الصناعه والتجاره والسياحه فكره سجلي او سجل افتراضي، متى بدات هذه الفكره وش الفرق خلينا نقول بين السجل الافتراضي والسجل العادي؟ اي نعم، طبعا فكره السجل الافتراضي فكره يعني كانت جدا لها صدى وساعدت كثير من الناس. هي الفكره تميز هذا النوع من السجلات انه ما يكون له عنوان تجاري، فممكن أن يكون هناك بعض الاشتراطات اللي خاصة فيه، اللي هو مثل يكون الشخص لازم يكون بحريني، لازم يكون هناك عنوان للمراسلة، ما يكون له علاقة أو يكون عنده سجلات تجارية أخرى أو شريك في شركات أو له صفة قانونية في شركة من الشركات. فهذه من الأمور المنظمة، وفوق هذه كلها أن هذه النوع من السجلات تميز أنه لا يسمح باستخراج فيز أو اللي نسميه إحنا رخص عمل للعمالة الأجنبية على هذا النوع من السجلات، لكن بإمكانك أن أنت تستفيد من البحرينيين. يعني صحيح. ممكن مجموعة من الشباب شخص واحد يأسس ويستفيد من زملائه أو أصدقائه اللي في نفس المجال. طبعا الحزمة الأولى اللي صدرت في 2017 في يناير 2017 المتعلقة بالأنشطة الافتراضية كان يعني كان له دور كبير، أنه شجعت كثير من الناس أن يتقدمون حق هذا النوع من السجلات، قللت كثير من الالتزامات عليهم. حاليا إلى الآن صدرت الوزارة أكثر من 2800 سجل تجاري لأنشطة من سجلي،
هي أيضا تعتبر خطوة أولى لأي شخص حاب أنه يطور نفسه مستقبلا، يدخل يختبر السوق، يشوف هل فعلا هو المهنة اللي عنده أو المهارة اللي عنده هل فعلا هي لها احتياج، وشلون يقدر يطورها، يأسس نفسه ويدخل. ممتاز. طبعا في قرارين بعد ايضا رجعوا الى نشاطين جديدين الى باقة السجلات الافتراضية، نبي نتكلم عنهم. اي نعم، فعلا كان من ضمن القرارات اللي صدرت من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في بداية هذه السنة، ايضا قرارين رقم 11 لسنة 2021 اللي هو بخصوص نشاط الطاهي أو الشيف، والقرار الثاني اللي هو قرار رقم 12 لسنة 2021 كذلك بخصوص البيع عن طريق الإنترنت. بنتكلم يمكن عن النشاط الأول اللي هو الشيف. طبعا نشاط الشيف كذلك احنا مثل ما قلنا في البداية ان هي الوزارة أرصدت الممارسات اللي قاعدة تصير في السوق، وإحنا نعرف إن كثير من المواقع حالياً تبيع الأطعمة، وفي صح. ناس ما شاء الله عليهم عندهم مهارات ويمتهنون عملية الطبخ، فكنا نبي يكون في لهم شكل قانوني يحميهم وكذلك يحمي المستهلك لما يتعامل معهم. فيات فكرة اللي هو النشاط الطاهي أو الشيف، وتكون هو سجل افتراضي، فما بيحتاج إنه يكون له سجل أو عنوان تجاري. الشيء الثاني انه اهم شيء انه يكون المكان اللي يزاول فيه العمل مو محصور على مكان واحد، ممكن يكون في اماكن مختلفه. اهم شيء تنطبق عليه شروط اساسيه هي السلامه والنظافه والصحه، شيء اساسي. المهم في جميع الانشطه يعني كذلك ان تكون هناك يعني انك تسمح خصوصا في من خلال السجل الافتراضي انك انت تقدر تتعاقد. على سبيل المثال انا اخذت نشاط الشيف زين، وحبيت ان انا يمكن معروف اني في الطبخ العربي على سبيل المثال، وحبيت ان انا او فندق مثلا عرف عني، او انا رحت قدمت خدماتي حق فندق او مطعم وحبي يتعاقد معي، قال لي انا حاب انك تكون مثلا في الاسبوع مره او مرتين، انا صح. عندي الشكل القانوني اللي يسمح لي ان انا اتعاقد معك، وممكن ان اتفق وياك اتفاق صحيح يعني، فيحمي الجميع، يكون انا لي حقوقي كتاجر وكذلك أنت لك حقوق كصاحب عمل أنت تحتاج خدماتي. هذه أحد الأمثلة مثلا. أما لما ننتقل إلى موضوع البيع عن طريق الإنترنت، طبعا إحنا لقينا أن ما شاء الله حين الجيل الجديد جدا يعني يحب الأمور الإلكترونية والتسويق نعم نعم يعني، فكذلك كثير من المواقع اللي نشوفها تبيع أشياء مختلفة، هي ملابس، هي أجهزة إلكترونية، وصار يعني البيع انتقل صار إلكتروني أكثر ما يكون هو الفيزيكال أو الواقعي اللي موجود حاليا. فأتت الفكرة كذلك أن إحنا كيف نشجع الشباب أن يدخلون في التجارة الإلكترونية زين، أو من أبواب التجارة بتكون إلكترونية ما فيها التزامات لمحل تجاري أو عنوان تجاري أو غيره. فهي مبدأ اللي هو البيع عن طريق الإنترنت، كذلك هي إضافة لسجلي، فحين صار عندنا عدد السجلات الافتراضية 42، أول كانوا 40 الحين صاروا 42 مع إضافة هاي النشاطين. فاللي صار أنه يسمح لك هذا النشاط أن أنت أول شيء لازم يكون عندك موقع إلكتروني تبيع من خلاله، انك انت تلتزم ان تكون عندك بعض الاشتراطات موجوده وترخص من قبل اداره بوزاره الصناعه والتجاره والسياحه، هي اداره التجاره الالكترونيه. على سبيل المثال طريقه الدفع اللي بتكون من خلال هذا الموقع، مثلا كيفيه توصيل المنتجات هذه، وايضا هناك العمليه هذه محصوره يعني البيع من خلال المنتجات المتوفرة في السوق، يعني هو غير مسموح لك أنك أنت تستورد، ولكن أنت عندك كثير من التجار الموجودين اللي ممكن أنت تحصل منهم على سبيل المثال بسعر الجملة زين، وأنت تبيعه بالربح اللي أنت تحس أنه يناسبك، يعني أنت تقدر تتعاقد، تقدر تتفق، تسوي اتفاقيات مع هذا التجار، وأنت من خلاله تأخذ هذه السلع وتبيعها، تصرفها من خلال موقعك الإلكتروني وبالخدمات اللي أنت تبتكرها وتميزها عن البقية. ففي جميع هذه الأنشطة كانت نشاط الشيف أو نشاط البيع عن طريق الإنترنت أو حتى نشاط المزادات، هناك شرط رئيسي لابد من أخذه في الاعتبار، أنه يكون دائما رقم السجل التجاري موجود على الموقع الإلكتروني أو قناة التواصل. هذا يعطي ثقة للمستهلك وللمشتري نعم، وأنه يكون في هناك يعني لو لا قدر الله شخص
يحتاج انه يتظلم او يعني يشتكي او انه يبي يتاكد فعلا انه قاعد يشتري من الموقع الصحيح، على الاقل هذه ضمانه لا وحق حتى حق الشخص اللي يبيعه هذه المنتجات انه انا فعلا مقيد بالسجل التجاري ولي صفتي القانونيه. نعم. وبالتاكيد يمكن بدر مثل ما تفضلت بان العديد من الانشطه التجاريه الان تحولت الى النشاط الافتراضي او الالكتروني، كثير من الانشطه اللي نشوفها تدخل السوق كل يوم، شلون تشوف رغبه واقبال الشباب والمستثمرين خلينا نقول في هذا المجال في تسجيل واضافه انشطاتهم الافتراضيه؟ نعم، احنا طبعا مثل ما ذكرت لك ان احنا يمكن عندنا احصائيه لسجلي بشكل كامل اللي هو اكثر من 2800 اصدروا حتى الان، لكن احنا اخذنا يمكن الفوكس او التركيز على هذين النشاطين الجديدين، ركزنا عليهم عن قرب على اساس ان نشوف شلون الشارع يتقبل هذا النوع من الانشطه، وفعلا هناك طلب، يعني في ناس كثير قالوا يعني وجدنا الشيء اللي احنا كنا فعلا نحتاج انه هو يكون موجود. حصلنا مثلا على سبيل المثال نشاط الشيف او نشاط الطاهي، حتى الان يعني في خلال شهر ونص من اصدار القرار عندنا أصدارنا 20 سجل تجاري وهناك 46 سجل تجاري قيد الإصدار. شفنا موضوع البيع عن طريق الإنترنت، البيع عن طريق الإنترنت كذلك أصدارنا 11 سجل تجاري وهناك أكثر من 90 في البروسيس أنهم يصدرون إن شاء الله في الفترة القادمة. إحنا يعني يمكن نلاحظ هاي الأرقام، يمكن إحنا ما سوقنا حق هذه الأنشطة بشكل كبير، ولكن هناك فعلا رغبة من السوق من أصحاب من الأشخاص اللي يمارسون هذه الأنشطة أنهم يكون لهم كيانهم ويكون لهم وجودهم، وكذلك أنه يكون عنده مدخول من خلال يعني ممارساته أو هواياته اللي يحبها، كانت مهارة أو مهنة هو يمتهنها أصلا، فهي فرص تتاح ونتمنى إن شاء الله الكل يستفيد منها. يعني إن شاء الله. طبعا السيد بدر السعد مدير التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كل الشكر على تواجدك معنا اليوم، موضوع مهم طبعا تطرقنا أنا، وإن شاء الله مثل ما قلت يتم الالتزام بكل هذه المعايير. شكرا لك على تواجدك. شكرا لك. طبعا مشاهدينا بعد الفاصل الزميلة زينة مصطفى وموضوع تربية الأبناء بالحب، خلكم ويانا. صباح الخير مشاهدين برنامج شمس البحرين، في الأوان الأخيرة صرنا نسمع مصطلح التربية بحب، ولكن الكثير منا يمكن مو فاهم الفكرة بهذا المصطلح ومعناه الفعلي. اليوم راح نتعرف أكثر حول مفهوم التربية بالحب مع أخصائية الأمومة مريم المهدي. صباح الخير. صباح النور، يا هلا. شلونك؟ الحمد لله. سمحي لي زينة أشكرك على الموضوع جميل، يعني اليوم نبي نربي في حب يعني سوالفنا كلها كذي فيها اهتمام ورعاية زيادة حق الطفل، صح؟ إن شاء الله. في البداية مثل ما قلت في المقدمة أن صرنا نسمع هذا المصطلح كثير في الأواني الأخيرة، بس إحنا مو فاهمين بالضبط المعنى الأساسي لهذا المفهوم، خبرينا أكثر عن التربية بحب. إيه الله يسلمك. التربية بالحب هي أجود أنواع التربية. حلو. على مر العصور يعني يمكن المصطلح الناس توها قاعدة تتبناه، بس ترى في ناس وايد يربون بحبهم وما يدرون. حلو. إيه. التربية بالحب الله يسلمك هو منهج يتربى فيه الطفل عن طريق بث الإيجابية بجميع أنواعها، لأن الحب حاجة فطرية للمربي والمتربي. حلو. وللمتربي أكثر لأنه هو يكون الطرف الأضعف. فطبعا تكون التربية بالمحبة تجمع بين الحزم والتوازن والإطلاق والتحرير. يعني مفترض ان احنا اذا بنربي بحب ما نربي بخنقه، نربي دائما بشكل مطلق بشكل محرر. حلو. هذا هو باختصار مفهوم التربيه بالحب. في سؤال يعتبر شوي تقليدي ولكن نحتاجه في سياق الفقره اليوم، شنو هي اهداف هذه المنهج؟ اكيد كل منهج تربوي له اهداف معينه ونقاط معينه احنا نربي في هذا الاسلوب عشان نحصل على هذه الاهداف، شنو هذه هي الاهداف؟ الأهداف الله يسلمك بشكل عام إن أنت تربين طفل سليم. حلو. طفل سليم عقلياً جسدياً عاطفياً، يتمتع بذكاء عاطفي وإدارة إدارة لحياته، إدارة لمشاكله ولتحدياته. بس في أهداف قصيرة المدى وفي أهداف طويلة المدى.
حلو. من الأهداف القصيرة المدى إحنا كمربين سواء أم أو أب أو محتضن أو whatever، حتى لو كان مدرس ممكن إذا ربى بحب يمشي كأنه فريق مع اللي قاعد يربيه أو الطفل اللي قاعد يربيه، فتكون حياته وايد تمشي بهدوء سلاسة بسعادة. حلو. إنزين الأهداف طويلة المدى أنا كمربية أحافظ على احترامي لآخر يوم من حياتي. لو تلاحظين الأمهات والآباء اللي ربوا عيالهم بالقسوة يه وقت صاروا الأطفال كبار ومعتمدين على أنفسهم، بتشوفين أنت قاعد تحترمين أمك وأبوك فقط بس من داخل مو حابتهم، وفي ناس لا يحترمون ولا يحبون الأم والأب اللي ربوا بقسوة. فأنا حفاظا على رابطة المحبة أربي عيالي من البداية طريقة محبة عشان لين كبرت وضعفت هم يكونون قادرين أنهم يحترموني ويحبوني بشكل غير مشروط. حلو. إذا عندي سؤال خارج الناس، حبنا لأطفالنا مشروط أو غير مشروط؟ المفروض يكون جداً جداً غير مشروط، غير مشروط وغير مقايض. يعني ما يصير أقول له مثلاً إذا تحبني سو كذي أو إذا تحبني سو كذا، أو مثلاً يقولين إذا مثلاً جبت علامة هالقد أنا أحبك أو أنا بعطيك كذي. هو في الأمهات طبعاً دائماً ترى يخلطون بين التحفيز والتشجيع ومقايضة الحب، والحب الغير مشروط إن شاء الله ممكن نتكلم عنه في حلقات ثانية. زين الحين بعض الأمهات ما نبي نعمم تقول لك أنا ما عندي طولة البال على الطفل، ما عندي الصبر الكافي على الطفل، أنا إنسانة بسرعة أعصب بسرعة أتنرفز، شلون أنا أقدر أربي طفلي بحب؟ أول شيء لازم نقول لها إن ذي الطفل مو مالك باختصار، يعني كاش تعطينها إياها. تقول لك شلون مو مالي؟ أقول لها إيه هذه أمانة من الله. حلو. أنت حملتي في بطنك وعطيتي من حبك وغذائك وكل شيء من الأكسجين ورضعتي، والحين خلاص هو إنسان مفترض يكون مفصول منك، شخصيته خلاص قاعدة تتبلور، فمهمتش نشتر عينه. حلو. يعني فإذا مهمتش نشتر عينه فهو أمانة، تضبطين مشاعرش، تضبطين مشاعر الغضب شيء ضروري. كل أم طبعا او كل شخص عنده اساليب في ضبط النفس، ساعات نتعود من ابليس، ساعات يروحون اختصاصيين يشربون ماء يقعدون في الارض، وسائل ضبط النفس وايد. وانا دائما اقول حق الامهات اللي معاي يعني في المجتمع وفي الشغل، اقول لهم طفل صغير ما في بينك وبينه توازن في القوة، يعني تشوفين جوتيه هالكبير وانت بكرامه، دلاغه هالكبير، تشوفينه قصير طالعينه بهالطريقه، فيه يعني مسافه بينك وبينها، شلون تقسين عليه؟ أنا ما أقول إن الأم لازم تصير ملاك ما عندها إحساس بالغضب والضغط، مبلى، بس مو كل يوم، يعني ممكن أنت تنفسين لكن مو كل يوم. ولازم تتعلمين تضبطين مشاعرك، لأن الأمومة هي زينة نقلة نوعية. صح، مو حياتك قبل الحمل والولادة تختلف عن بعد الحمل والولادة. الحين خلينا ننتقل لجملة يمكن أنا شخصيا سمعتها، أكيد كل الأمهات اللي قاعد يشوفونها حاليا قاعد يرددونها في بالهم بطريقة أو بأخرى، اللي هي أنا إذا تعاملت مع طفلي بهذا اللين وبهذا الحب وكل شيء حاضر وكل شيء تمام، ممكن الطفل يطلع شوية مدلع أو ما يسمع الكلمة، إن كان بنية أو صبي ما تفرق، ولكن هي المبدأ مالهم اللي راح يطلع إنه ما يسمع الكلام رأسه يابس. هل فعلا في ربط ما بين التربيه بالحب وان الطفل يصير راسه يابس عنيد ما يسمع الكلام؟ لا التربيه بالحب تخلق شخص قوي على جميع الاصعده، قوي وواثق وثابت ويعني ديسيجن ميكر او ياخذ قرار. حلو. الامهات اللي يقولون او الاشخاص اللي يقولون ان اللين يسبب طفل دليع وعنيد وغيره، هذا لين ما استخدموا اللين او الحب في التربيه، اذا استخدموا ضعف الشخصيه. يعني في امهات مثلا يقولش ما يبون يعورون راسهم، مشغوله مثلا بالتلفون او مشغوله في مشاريعها، فتعطي الطفل كل اللي يبي عشان تفتك منه. زين هذه بتخلق طبعا اكيد طفل عنيد متطلب عسر في التربيه. في امهات لا، ضعيفات شخصيه، يعني شخصيتهم ما تتميز بالحزم، دائما حتى لو الولد ابو 7 سنوات يبي يجرش الى قرار خاطئ يتنافى مع التربيه، تسمعين كلامه هني فعلا بتكونين لش طفل غير فعال في المجتمع معتمد. ففي فرق بين اللين وضعف الشخصية والتربية بالحب مع اللين. أها حلو، يعني مو نعطيك الطفل كل شيء يبيه، معناه يعني بما معنى إن إحنا مو نعطيه كل شيء ونقول إحنا قاعد نربي بحب. بالضبط. إذا يعني تحبين أضرب لك مثال، إذا مثلاً أطفال في البيت 4 أو 3 أطفال يحصلون علامات،
المثال على أن في شخصية وعادل في التربية مثلاً، أنت تقولين لهم ما مو بس اللي يجيب A، لا على حسب المادة، تقولين لهم مثلاً تجيبون في المواد الـ A عليها 10 دنانير، البي عليها 5 دنانير، السي مثلا ما عليها علامة، فكلهم يحسون بالتوازن، كلهم يحسون باللين بدون ضعف الشخصية. ذكرتيني في موضوع العيدية الأكبر يحصل عيدية أكثر. أحس حرام. الحين احنا دائما نسمع ان الحين زوجين، الأب هو اللي يكون أشد مع أطفاله، يمكن صارم أكثر مع الأطفال، أو الأم تكون أكثر ليونة مع الطفل، أو العكس صحيح. هل هذا الشيء يمشي في منهج التربية بحب؟ يمشي في بطريقة واحدة، أن الهيبة لازم تكون محفوظة، سواء حق الأم والأب، قلت ليش مرتبطة بشخصية وقوته. بس طبعا أن أنت تكونين على منهج متحد ويا زوجك شيء وايد مهم. وبين فترة وفترة لازم تقيمون منهجكم، لأنه مو بلازم المنهج يكون عدل اللي أنت تمشين عليه أو تام، وفي نفس الوقت تطورينه. لكن يا زين الواقع شيء والكتب شيء، ساعات يعني في الواقع تشوفين أنه مو اثنينهم على نفس المنهج، هاي طبعا يبي له يعني شأن آخر، حل آخر. بس من ضمنها أن أنت تدمجين الطرف اللي مو متعاون في التربية بالحب. حلو. ولكن لازم يكون في شخص اكثر صرامه في التربيه؟ لا، لان انت في التربيه بالحب بتكونين حازمه، اوريدي بيكون في صرامه من نوع متقبل. يعني في صرامه ولكن مو صراخ، مو تعنيف للطفل بطريقه، يعني احنا مثلا ممكن طقه اليد احنا يعني هي يمكن تعتبر تعنيف للطفل، ولكن يقول لك احنا قاعد نربي، هذه اسلوب من اساليب التربيه، ولكن لا في صرامه بس باسلوب لين مع الطفل وفي حب، صح؟ هو بعد بيني وبينك الناس اللي يطقون عيالهم او صارخون عليهم بشكل جنوني يعانون من انحرافات فكريه، هسه هم بنفسهم مو بعارفين حق روحهم، يعني تربوا في بيئه قاسيه، في مجتمع قاسي، عارفين هاي يعني شان اخر، موضوع كلش كلش اخر، وصار طبيعي لانه وايد ناس يمارسونه. هو في الحقيقه القسوه بشكلها او يعني بانواعها باشكالها ما تجوز على الطفل على اي صعيد من الاصعده. وانا اقول لك الواحده لازم ما تصير ملاك، او الاب مو ملاك، اوكي يطلع عن طرف في بعض الاحيان، بس مو على طول، يكون اسلوب حياه، مو يومي 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 كل يوم صراخ كل يوم. الطفل على طول خايف، على طول مرتهب، انه ممكن يتعرض الى اتاك الحين. حلو. الحين خلينا ننتقل لفكره التربيه بحب. شنو هي النتائج اللي انا كأم ممكن اني انا احصدها عن طفلي ان كان في عمر صغير او في سن المراهقه؟ اي الله يسلمك. هو قبل النتائج انا لازم اتبع اسلوب معين، يعني لو تلاحظين التربويين والاختصاصيين كله يسوون خطوات حق التربيه، بس انا كأم تعاطيه ويا هالمواضيع وايد، عندي اهم خطوتين ان انت تعبرين وتعطين حب. حلو. تعطين وتعبرين حب عن طريق عده اساليب، بدءا من تقبل الحمل حتى لو كان غير مرغوب فيه ومتعب، مرورا بالرضاعه، طبعا هذه سيشن كامل، الرضاعه والحب شيء لا يصدق من كثر ما يعطي حب، واذا ما صار موفقين للرضاعه في الامومه. حلو. زين، تحترمين الطفل ككيان، تعتذرين منه، تشكرينه، تسلمين عليه، يعني انت تشوفين امهات كم ام تدش البيت تسلم على طفلها كان هداشه مكان يعني محترم غريب، ما يسلمون، يمكن يقبلون سيده بس ما يسلمون، مثلا ما يعتذرون بسهوله، ما يشكرون، اذا يامرون ما في لو سمحت، روحي بروح سو، جدا مهم موضوع التادب. الاداب، نظرة تلعب دور، طبقة الصوت في الحب، تعبير عن كلمة أحبك أو أحبك، اللمسات، تلقيم الطفل، قبل، لو تلاحظين الطفل إذا في ألم وتحبينه على مكان الألم سبحان الله يطيب، تلحيف الطفل، الأم تطبخ في البيت، تعاطف معاه، العفو عن أخطاء، الستر عليه. لو تلاحظين في بعض الأمهات الله يسلمهم إذا ولدها عنده تبول لا إرادي تمشي وتحكي عليه وساعات قدامه، فجدا جدا يتأثر حتى لو كان يضحك من برا، فدايما نحاول نستر على الطفل، نتصابه، نلعب، يعني شو أقول لك زينة، من الحب من الأول ما تقعدين من النوم ليه ما تنامين ليه ما تحلمين كله حب لازم. حلو. يعني زي ما يقول الطفل أمي كلها تسوي لي شيء ما بتزعل مني إذا أنا سويت شيء غلط، يمكن سويت شيء غلط وايد كبير، ولكن هو لأنه متعود الأم دائما تكون متسامحة معه وتعاملة بهذا اللين، راح يقول عادي أمي ما راح تزعل، أمي ما راح تعصب علي، ما راح تعاقبني. ندخل مرة ثانية في موضوع الحزم،
ندخل مرة ثانية في موضوع الثواب والعقاب اللي هو بحدود. وأنا أقول لك يعني من خلال تجارب من خلال الطلاع أن أنت كل ما تصبرين على الطفل ولا تنتظرين نتائج التربية بحب تكون آنية تحصلين يعني نتائجها إذا كبر بشكل جدا مغروس كأنه جذع على نخلة. سبحان الله، صدق حتى الطفل لو خطأ وآمن العقوبة بيكون ما له علاقة بالحزم، يكون له علاقة بالحزم إذا هو أخطأ ويدري أن فيه شيء ناطره، بس مو شرط ضروري أن تكون قسوة، لأن أنت إذا ربيت الطفل من الصغر على الحب هو بروحه بيتحمل مسؤولية أعماله. إن شاء الله أكون قدرت أوصل. لا وصلت، أتوقع أنها وصلت للجمهور. الحين في نقطة أنا دائما كنت أسمعها، إذا تبين تكلمين الطفل إن كان عتاب أو كنتي تبين تفهمينه شيء هو سواه غلط، ما يصير أني أنا أكلمه من فوق، لازم أنزل لمستوى علشان إني أتكلم معه عشان يكون في خلينا نقول تبادل نظرات في نفس المستوى. هل صحيح هذا المعلومة؟ بالضبط. وحتى مثلا إذا كنت الطفل قاعد بعيد وأنت على الباب، انت جاي من الشغل تعبان الحين ما فسختي ثيابك ولا فسختي دفتك، تقول ليش ما سويت كذي اليوم؟ صج المعلمه اتصلت فيك وقالت تسويت من بعيد، ما في يعني ان انت تجيبين الطفل تضغطين على يده او مثلا مجرد كلام. حتى الاطفال اللي تيهم نوبات غضب، يعني اذا كانت نوبات غضب حقيقيه مو ان مصطنعه، ممكن ان انت تحطين حتى يدك تحت حنجهم او على صدرهم او ممكن في رقبتهم، هاي كلها يلعب دور ان انت تتواصلين وتوصلين المعلومه او العتاب بشكل الطف وفي نفس الوقت اعمق. حلو. اي حلو. نرجع بس حق نقطه تكلمتي عنها سالفه الاعتذار، يعني نعتذر حق الطفل في عمر الرضاعه، يعني وهو تو يمكن خلينا نقول 3-4 شهور. اي هو في عمر الرضاعه، بس قبل ان ساعات تحصلين رفسه عدله وانت حامل، صح؟ تكون رفسه كوع او رفسه ركبه، فالأم ساعات تصرخ وتشوفين الطفل يعني يقحص داخل بطن الأم، هني تبتدين تعتذرين لأن في داخلك روح خاف، أو مثلا أنت تعرضين لضوء مرة واحدة لتيار مرة واحدة تشوفين قحصة فتقولين وي وي مسامحة، تقولين حق الياهل. بس زينة مدام طرحتي موضوع الاعتذار، حتى الاعتذار لآداب، تشوفين بعض الأمهات تبالغ في الاعتذار، أي شيء أي شيء أي شيء، قلت آسفة حبيبي أنا آسفة أنا آسفة أنا آسفة. الاعتذار مطلوب بس مو لدرجة التذلل. يعني حتى في الاعتذار في آداب تكونين وسطية مع الاعتذار. في أمهات ليل ونهار يعتذرون من أولادهم، المفترض يكون حتى للاعتذار اتزان. حلو. إذا غلط غلطتي فعلا تعتذرين. يعني بعد الطفل بيفرق متى طبعاً. اعتذر متى ما اعتذر. ايه. ولاحظت انا شغله يمكن من تجارب شفتها، ان اذا انت تعاملتي مع الطفل بكلمة شكرا لو سمحت آسف، الطفل بروحه يصير يعرف متى يقولها، يمكن من عمر صغير اذا بيطلب شيء من احد لو سمحت اعطيني. بالضبط. فهذا محترم، يعني مو تتصورين نتائج التعامل باحترام. الهويه مالت الطفل والحب، يعني هويه الطفل تكون موجوده، ما يبحث عن هويته لاخر يوم في حياته. صح. ما يتسول الحب، ما يكون انسان نرجسي، واذا كبر وتقلد منصب اداري ما يظلم موظفينه، يكون سبحان الله انسان قوي وفي نفس الوقت محب. ترى خلق شخصية بهالتوازن يبي له وايد شغل. صح. بس إنه يكون ما يكون شغل خلي الأم تتوتر، شغل عفوي عفوي مستمر. حلو. قبل لا نختم، إذا كان في أم حاليا قاعدة تشاهدنا تعامل أطفالها بطريقة شوي صعبة بطريقة شوي أقسى، ولكن أطفالها مو بعمر صغير، يعني إحنا ما قاعدة نتكلم عن سنة أو سنتين، لا ممكن نتكلم عن أعمار المراهقة، شلون ممكن الأم تبتدي يمكن في مرحلة شوي ولو كانت متأخرة، شلون تبتدي تربي أطفالها على الحب؟ والله لو يسمعونا من اليوم تقدر تبدي. ما بينصدم الياهل. لا 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 من إيه توني بقول من بعد ما تخلص الحلقة تبدي. حلو. أولاً مو بطريقة مباشرة، في أطفال ما ينفع وياهم بطريقة مباشرة لأن الأطفال بعد في منهم استغلاليين، يعني يستغلون عاطفتك أو يستخرون مثلاً، يكون شطاري عليها تصير طيبة مثلاً، فيدقرون الأم. المفروض كل شيء يصير بالتدريج. حلو. على سبيل المثال يعني مثلاً اليوم انت تصرخين عليه عشان يتغدى، تعال تغدى بهالطريقه. لا مثلا تقدرين تقولين اليوم ما بتتغدى، تساله مثلا او مو جوعان خاطرك تتغدى. شوي شوي بتشوف فيه تغير تدريجي بطيء، يمكن تقولي ياخذ 10 شهور سنة، بس في النهايه لا تخافين من التغيير. وخلي عندك كأم موضوع التعبير عن الحب وعطاء الحب.
حلو. في النتائج اللي احنا قد يعني لو الام اللي كانت شوي صعبه مع طفلها وصارت اكثر لين مع الطفل، نفس الاهداف او نفس النتائج راح تحصلها من الطفل اللي ربته من البدايه على حب؟ نفسها اذا هي اشتغلت على الموضوع. وفي ساعات تكون نتيجة أبطأ، بس في النهاية صدقيني الحب علاج. ممكن تعالجين أي تصدعات بالحب، إلا إذا كان الشخص اللي أنت تعاملتي وياه فيه بوادر طبعاً نرجسية، هاي يتكلمون عنها أخصائيين الشخصيات. ساعات الطب طبعاً ما ينفع وياه، هاي اللي هم مخارج أخرى. بس إحنا نتكلم عن الأفراد الطبيعيين. حلو. الشخص الطبيعي لفطرته طبيعية دائماً يحتاج حب. فأنت إذا مثلاً 10 سنوات كنت قاسية على ولدك واتبعتي التدريج وياه، صدقيني زينة خلال أعطيه سنة بيصير بيتغير كلش. حلو. بيتغير وبيثبت وبتكون شخصيته متوازنة. حلو. إحنا نربي على حب ودائماً نعيش مع أطفالنا هذه حالة الحب اللي يمكن صعب إن إحنا نستشعرها مع أفراد الأسرة الباقيين. شكراً لك، يعطيك العافية. العفو، تدللي. شكراً. العفو. مشاهدينا بشذي نكون وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا الأسبوع. فاصل سريع، بعدها راجع نكمل باقي فقرات شمس البحرين مع محمد الجمال. عودة لكم من بعد الفاصل. طبعا مع فقرتنا الأخيرة، تنوعت ملابس المحجبات في الأسواق باختلاف الحاجات في العمل والحياة اليومية في جميع المجالات، ومن الصعب على المرأة العاملة إضاعة الوقت في تركيب القطعة من محل إلى آخر. ضيفتنا اليوم جمعت جميع ما تبحث عنه المحجبة تحت سقف واحد، إيمان ميرزا صاحبة مشروع روز باي إيما. صباحك الله بالخير ويا هلا ومرحبا. هلا والله، مرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا فيك اخوي. طبعا في البدايه المعيقات اللي واجهتك في اختيار ملابسك انت الشخصيه دفعتك ان انت تفتحين هذه المحل، نبي نتكلم اكثر عن هذه القصه. طبعا قصتي بدات مشكلتي انا نفس ما تفضلتي، ان صعب ان احنا نحصل ننسق ملابسنا من محل واحد. صح. او مثلا الالوان اللي احنا نحتاجها اللي تناسبنا. فاذا كنت احصل بصدق صعوبه ان احصل فستان او مثلا اوتفيت معين حق مناسبه عندي، سواء كان شغل اجتماع. فاضطريت ان انا افكر ان خلاص ان I have to take a step و اسوي شيء انه يسهل علي عمليه تنسيق ملابس. اي جميل. طبعا ايمان، شنو ابرز الصعوبات اللي واجهتك في تاسيس مشروع تجاري؟ طبعا بدايه شلون انا استورد، انا بديت ان اجيب من برا اللي هو بيكون من تركيا. فاستيراد الملابس ومقاسات التركية ما تناسب مقاساتنا إحنا الموجودة حالياً، يعني مقاساتهم أصغر بسايز واحد من مقاساتنا اللي حالياً موجودة. صح. فهاي كان الصعوبة الكبيرة اللي كان عندي، بس تخطيتها بأن أسوي براند معين خاص لي وأسوي جميع المقاسات وأوفر حق الجميع. حلو. يعني إيمان، الشخص اللي يبي يسوي له براند معين ويمشي عليه دائما يحاول انه هو يتطور ويطور من نفسه، وفي نفس الوقت يواكب التغيرات اللي تصير الموضه، اللي تصير في الملابس، احتياجات الناس. شلون قدرتي ان انت تواكبين الموضه واحتياجات الناس في نفس الوقت وتكونين ثابته في السوق؟ طبعا وجودي انا في المحل وايد مهم، على اساس ان انا اعرف اراء الزباين نفسهم، وفي نفس الوقت السوشيال ميديا وشنو الابديت اللي في السوق موجود، فهاي وايد ساعدني. طبعا اذا انا ما كنت موجوده واسمع حق الزباين شنو اللي يبون، ما بقدر ان انا اساعدهم ان اوفر لهم شيء اللي هم يبونه بالضبط. صح. فهاي وايد 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 ساعدني. يعني وجود الزبائن ويعني مواجهتك لهم فيس تو فيس مثل ما نقول، تعطيك بعض الخبرات اللي تخليك ان انت تعرفين شنو الشيء اللي يبونه، شنو الشيء اللي ما يبونه، حتى بالنسبه الى الالوان. فانت تكونين يعني مثل ما يقولون يعني مرنه معاهم، تشوفين الاشياء اللي يبونها وتطبقينها في المحل. صح. اكيد اكيد. وشيء ثاني، انا مثلا اذا بنزل كولكشن جديد اخليه بالانستغرام في السوشيال ميديا البيج، واسال الزباين ايش رايكم في الالوان، عندكم الوان شنو اللي تفضلون، اي لون تفضلون. هاي وايد يساعدني ان انا اشوف شنو اللي هم يبونه، يعني وانزل شيء اللي يناسبهم هم. حلو. يعني موجود عندنا بعض النماذج اللي انت تصممينهم وتخيطينهم في نفس المحل في نفس الوقت، مقاسات متعدده يعني من سمول لترابل اكس اقدر اوصل. ممتاز. خلينا نتكلم عن القطع الموجوده. طبعا. عندنا
طبعا انا هاي كولكشن جديد البلازرات اللي نزلتهم، حاولت انه يكون شوي ترندي، ان اغير الالوان، اخلي الوان صيفيه شويه من الاسود والرصاصي والبيج، الالوان المعتمد عليه اللي معتمدين احنا عليه. فشفت رغبه الزباين وايد ممتازه وحابين الفكره ان تغيير الالوان. واللي انا شفته في السوق ان حاليا ما تحصلين هاي الالوان متوفره في براندات اللي موجوده الحين حاليا في السوق، صعب تحصلين الوان فاقعه او الوان جريئه. فحبيت ان اغير وشوي اخلي التاتش ان اغير في الديزاين على اساس انه يكون مميزه عن الباقي. ممتاز. وشفتي ان في اقبال عليهم صح؟ اي يعني في الوان يمكن انا انزلها اقول يمكن ما يكون يتقبلون الناس، واتفاجئ ان اللون اللي انا مثلا اقول وايد جريء الناس يطلبونه اكثر. صحيح. ما شاء الله دوم في خيارات كثيره، اكيد يمكن الكاستمر يحتار ساعات بين اختيار الالوان. تساعدين الكاستمر، تعطينا نصايح في اللون المناسب مثل ما نقول لكل كاستمر؟ اي طبعا اكيد، انا دائما اتواجد بالمحل ودائما اعطيهم ارائي واخذ يعني اساعدهم في اختيار اللون اللي يناسبهم. حلو، يعني ممتاز، حلو ان الشخص يلاقي شخص ثاني ممكن انه هو يساعده ويواجهه، لان اغلبيه يعني الناس لما يروحون يتسوقون في بعضهم يكون يعرف شنو هو رايح حق يشتري قطعه معينه بلون معين، لكن في اشخاص يروحون بس يتسوقون وفي نفس الوقت يقولون شنو الشيء الحلو، شنو الشيء اللي ممكن انه اخذه، شنو الشيء اللي يناسبني. فوجود صاحبه المشروع في نفس المحل وايد يعني مهم طبعا، ويسهل على الزبونه في نفس الوقت. يعني انا ابي اتكلم عن يعني الحين تكلمنا عن الالوان، ابي اتكلم عن الحين بندخل في فصل الصيف، ومثل ما ذكرتي انت حبيتي تنزلين هذه الالوان على اساس انها تتماشى مع الصيف. شنو بالنسبه الى القطع، تنوع القطع في فصل الصيف؟ هو تعتمد تنوع القطع كله على اشياء الالوان اول شيء، وثانيا الحين الموضه اللي صايره الحين البافي، يعني يكون ديزاين في الاكمام مثلا يكون بافي او الاوفر سايزز. يعني الحين قاموا الصيف هذه بتشوفون كله الاوفر سايز، يعني ما بتشوفون مثلا ملابس تكون ضيجه او دي، لا فتغير الترند، يبون اشياء الفضفاضه. حلو، يعني صار في مثل ما قلتي في موضه راح تدش علينا ان شاء الله في فصل الصيف وراح تختلف نفس موضه الاربعينيات والخمسينيات، يعني كل الفضفاضه تكون. ممتاز. أكيد. وطبعا ايمان يمكن بالتاكيد اكيد واجهتي بعض الزباين اللي يعطونك افكار، يضيفون الى الافكار اللي عندك، يقول لك مثلا القطعه ممتازه جدا لكن لو فيها هذا التعديل، لو فيها هذه الفكره، تستلهمين من افكار الزبائن وتطرحين قطع جديده او تكونين مرنه في تصميم القطع اللي عندك؟ اكيد اكيد جدا جدا، يعني انا وايد اخذ اراء الزباين واغير، وما شاء الله يعني في بعض الموديلات القطع يعني هم يعني الزباين هم النصحين مثلا نغير في الديزاين شوي. حلو، يعني ايمان انا ابي اتكلم عن شغله، انت احنا ذكرنا ان انت كنت كمحجبه صارت عندك بعض المعيقات اللي تخليك ان انت تختارين اللبس الخاص فيك ان كان حق العمل او سهرات، لكن هل غير المحجبات ممكن ان هم يعني يتوجهون ايضا الى المشروع الخاص فيك ويقدرون ان هم يلاقون الاشياء اللي ممكن ان هي تناسبهم؟ اكيد طبعا اكيد، نوعت القطع اللي عندي خليته يكون حق المحجبات خاص. قبل كنت مقسم المحل حق اقسام، يعني قسم حق محجبات، قسم حق دوامات، قسم حق المناسبات فصار وقسم حق الاحجام الكبيره. فهاي شيء وايد ساعدني ان قاموا الناس يعرفون المحل بخصوص الاقسام الموجوده، فاذا انت تجين المحل سهل عليك تروحين قسم واحد وتشوفين اللي تبينه، ما يحتاج حتى في المحل انك انت تفترين وتشوفين اللي انت تبين، فسهلت الموضوع على الزباين. حلو، يعني ايمان يمكن المحجبة شوي تختلف عن الغير محجبة في ان هي الحجاب. الحجاب يعني شيء وايد مهم، ممكن انه هو يعدل من لبسك يعني الشكل العام لك مظهرك بشكل عام، ممكن انه هو يعني يعدله ممكن انه هو يخربه. فانت من يعني خبرتك في هذا المجال، هل انت الزبونه لما تجي لك تختار مثلا اوتفيت معين من عندك، هل انت تنصحينها بلون الحجاب او الشيله معينه؟ اكيد طبعا، هم اعطيهم تو اوبشنز، انه مثلا شيء يلبس على القطعه نفسها، وفي نفس الوقت انا حاليا الحين حق قريب العيد بيكون عندي شيلات وحجابات بيكون مناسب القطع الموجوده. حلو، يعني بتنزلين؟ بنزل كولكشن يكون خاص حق هالقطع عشان ما يضيعون حتى وقتهم يروحون مكان ثاني. صحيح. طبعا كنت ايمان مع الظروف الراهنه اللي مرت علينا اكيد كل المشاريع تحولت الى تسوق الالكتروني، وكان واجب مثل ما نقول ان نوصل للكاستمر الى بيتهم لحد مثل ما قلت عشان نوصل لهم منتجاتنا. شلون طورتي اليه التسوق الالكتروني عندك في مشروعك؟ هو هاي الشيء كان احنا اول تحدي واجهناه يوم كان جائحه كورونا وسكرنا المحلات، فتمينا كله على الاونلاين، فحاولنا ان احنا نسوي سبونسر اد، نسوي مثلا مع السوشيال يعني مع الفاشينيستات كم من اعلان على اساس ان احنا نطور في السوشيال ميديا ونسوي اونلاين سيلز، لان سكرنا المحل كم اسبوع هاللون. صحيح. حلو، يعني ايما بتكلم عن البراند الخاص فيك. هو ايما
يعني أنا قلت لك إيمان لأن كنت بتكلم عن براند إيمان، يعني إيمان يمكن الشخص لما يبي مثل ما ذكرت أنت في البداية حاجتك هي اللي قادتك أن أنت تفتحين هذه المشروع، ولكن أكيد مع الوقت أنت تحبين أن أنت تتوسعين مثل ما ذكرت أنت كنتي تستوردين من برا من تركيا وعقب لا صرتي أنت تسوين كل شيء في المحل عندك، يعني مشروعك صار متكامل وأنت تتحكمين في كل شيء. أبي أتكلم عن، إحنا تكلمنا عن الحجابات، الحين أبي أتكلم عن الإكسسوارات. أكيد بعد الإكسسوارات تضيف على المظهر بشكل عام مظهر جميل، ويعني ممكن أن تغير يعني قطعة بسيطة ممكن تحطينها تغير من شكل العام. فهل أنت حبيتي أن أنت تدشين بعد في مجال الإكسسوارات، تحطين بعض الإكسسوارات في المحلات في المحل عندك تناسب الأزياء اللي أنت حطتها؟ الإكسسوارات إيه، أنا كان بداية اليوم كنت استورد من برا، كنت كان عندي اكسسوارات بس حاليا كان تركيزي كله ان اسوي البراند، والبراند يكون كله فاشن، فاكيد في المستقبل راح يكون في عندي اكسسوارات في المحل. حلو جميل. وطبعا يمكن ايمان بالتاكيد من خلال خبرتك الان في السوق شنو النصائح اللي توجهينها للشباب والشابات اللي حابين يدخلون ويفتحون مشروع تجاري ويسوقون لمنتجاتهم؟ اوكي، اول شيء لازم الشيء اللي هم يبون يبدون فيه يكون هم ملهمين فيه، هم حابين الشغله اساسا. يعني اذا انا ما كان عندي خبره في الفاشن، ما عندي خبره مثلا، او ما حابه شغله فاشن، ما راح اتجه لهالاتجاه. لان اذا الشخص ما صاحب المشروع نفسه ما عنده فكره عن المشروع اللي بيسوي بيضيع. ثاني شيء لازم يكون لازم يفكر بالشيء اللي يميزه عن المنافسين. حاليا وايد منافسين في السوق، فانا اذا بفتح مشروع اشوف شنو اللي بضيف او شنو الشيء الغير بسويه مميز عن المنافسين الموجودين على اساس ان انا انجح في المشروع، اترك بصمه خاصه فيني. اكيد اكيد, إيه؟ أكيد. طبعا ايمان ميرزا شكرا على وجودك معنا، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. الله يسلمكم، يعطيك العافيه. شكرا. طبعا مشاهدينا يمكنكم متابعة هذه الحلقة من برنامج شمس البحرين بالإضافة للبث المباشر وباقة من البرامج اللي تقدمها قنوات إذاعة وتلفزيون البحرين عبر تطبيق BH TV and Radio وموقع live.bh. وطبعا بكذي نكون وصلنا لختام حلقة يوم الثلاثة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين. نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. مع السلامة. مع السلامة.